واحد اخواني او سلفي جهادي باين ولا حرامي اسمه عادل منير، هتلاقوا اسمه على الفيسبوك على طول، بيعمل فيديوهات والناس بتنشرها بقاله سنين، بقالها سنين هو ولا شغال ولا شغله ولا مشغله. ليه بتكلم عنه بقى؟ ليه البين نزل متفق مع واحد في السعوديه وكاتب بوست كده على الفيسبوك ان اعمل عمره لمتوفي او مريض او حد عاجز ب 4000 جنيه بس. يعني ايه بقى ب 4000 جنيه بس؟ يعني واحد في السعوديه ياخد 4000 جنيه ويروح يعمل عمره مكان الواحد اللي عشان انت مريض او عاجز او عندك حد متوفي، تقول له خد ال 4000 جنيه دي واعمل له عمره لايه؟ لعم حسين مثلا اللي مات مثلا من 10 سنين، ويروح هناك وايه يدي ورقه كده يصورها قدام الكعبه العمره دي للحاج مثلا حسين مثلا. فالبي جمع مثلا 100 واحد ب 4000 بكام؟ ب 400000 جنيه، ويطبع 100 ورقه ويروح قدام الكعبه يصور واحد صوره 2 3 4 5 يصور 100 ورقه ويبعتها للناس، ويروح هناك ايه ساعتين زمن ويرجع تاني. لو صرف على المواصلات وكده وهو في السعودية كام؟ 10000 جنيه. نصب النصبايه دي بكام بقى؟ 190000 جنيه. ده في 100 واحد بس. ولو مستعجلة 9000 جنيه. فطبعا دي مش تجارة بالدين، يعني ده كفر، تجارة بالدين، سرقة، شوية حرامية، قلة أدب. الشيعة ما بيعملوش الحاجات دي، اليهود ما بيعملوش الحاجات دي، المسيحيين مش بيعملوا الحاجات دي، البوذيين مش بيعملوا الحاجات دي. فده يخليك تفكر الاخوان لو كانوا مكملين في الحكم كان زمانهم مثلا بنوا كعبه مثلا في ميدان التحرير مثلا، وقال لك ايه بدل السفر ادفعوا الفلوس دي لينا. ما هو فحبيت اقول لعادل منير اتمنى الجهات المسؤوله تحقق معاه، مع الحرامي ده، ومع الجهات السعوديه تقبض على الحرامي اللي في السعودية. والله أعلم بقى الحاجات اللي مش منشورة وبيستغلوا جهل الناس قد إيه من ده. شكراً.